نهار الخميس النشرة إندارية لتساقطات رعدية وبرد، غادي تعرفوا كل من مناطق مراكش ورزازات الحوز والأطلس الكبير، وكيف ما كتعرفوا هادو هما المناطق اللي متشردة بالزلزال حاليا. بيان سور هذا خبر زائف فيك نيوز واللي انتشر اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي ورعب ناس قصص والناس اللي كتمشي كتعاون ولا ناس المنطقة اللي وصلتهم الخبر واللي كاين فيهم اللي مازال ما عندوش حتى الخيمة. مديريات الأرصاد الجوية هاد الصباح كذبات هاد النشرة الإندارية، اشتكينا ونهار الخميس ولكن ماشي لديك الدرجة الإندارية. وعباد الله اللي فينا يكفينا، واش هذا وقت الأخبار الزائفة؟ اش غتربح إلا خلعتي بنادم اللي مسكين باغي يدير غير الخير باغي غير يعاون، ولا واحد اللي أصلا مسكين نفسيته منكوبة في هادشي اللي واقع مؤخرا؟ اش غتربح إلا زدتي كملتي عليه؟ الله يعفو. ولكن ما دمنا على ابواب فصل الخريف فراه الحكومه فريمون خاص تعلن على العرض ديالها لهاد الناس. اخنوش فاش خرج راه قال في هاد الايام غادي يحط النقط على الحروف، راه خاصنا نجوزوا المرحله الاولى في اقرب وقت، مرحله الانقاذ الدفن والقياطم، خاص ندوزوا لاعاده البناء وتحديد التعويض المادي للمتضررين باش يلقاو على الاقل فين يسكنوا بما تبنات ديور جديده، راه ما جايه غير الشتا والبرد. وموراها ان شاء الله ندوزوا تجهيز بالماء بالضوء طرقان المدارس، راه 500 مدرسه اللي مشات، الداخليات راه 50 داخليه اللي تهدمات، وبيان سور بناء المراكز الصحيه. هادشي بيان سور اللي قال رئيس الحكومه اخنوش كخلاصه اجتماع اللجنه البين وزاريه، خاصنا غير في اقرب وقت بل في الايام المقبله كيف ما قال نبداو نشوفوا في هادشي بدا يتطبق. الحمد لله دابا الشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن راه ما خلاش الحكومة تصفق بوحدها، راه كل شي عاون على قد الاستطاعة ديالو. يسبق المغرب شعب آخر من غير المغرب؟ لا أرضى لك هذا شعبي، لا أرضاه لأسباب متعددة، لأنني أنزلك في قلبي بعد الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله، أنزلك في نفسي قبل أبنائي وفلداتك بي، أنزلك في نفسي منزلة وطنية، وأستغفر الله على هذه الكلمة، منزلة وطنية تجعلني لا أقنع لك بالقليل ولا أقنع لك أن يسبقك إلى المفاخر أحد غير من الشعوب أو من الأمم. مشاو الحوايج الفراش المانط ليكوش الفوط الصحية وبعض مواد التغذية الأولية بحال الحليب الزيت الماء وغيرها. بون هادشي باش قدر المواطن المغربي ولد الشعب يعاون خوه، لو كان قدر على اكثر ما كانش يبخل. بزاف اللي دي بلاصه وحتى العين المكان ما خافوا لا من الزلزال يقدر يعاود، بيان سور الا كان غادي يضرب فرا غادي يضرب بخفه اقل على حساب الخبره من الزلزال الرئيسي، لا من الحجر يقدر يطيح في الطرقان، لا الطريق اللي ما طريق ما حتى لعبه. هادشي راه قبل حتى الفجيعه، العام اللي جا كيجي ويقول لهم صوتوا علينا نقدوا لكم الطرقان ونفكوا عليكم العزله، فما بالك دابا مع انزلاق التربه وتساقط الاحجار. بنادم نسى هاد لي غيس كاملين، نسى ان الطوموبيله تقدر تفيس ليه، نسى كل شيء ومشى باش يضامر ويآزر خوه المواطن منكم. ولو غيب ديك راني معاك هانا حداك، المهم المواطن المغربي راه ما بخلش، عجانات تصنعوا بل ان الدول الانترنت قدو غير ولاد الشعب، طاقات تبارك الله غير ما نعرف واش مستغلينهم في هاد البلاد ولا لا، المهم الخير تبارك الله موجود رغم الغلاء، غير خاص يكون تنسيق باش كلشي توصل المعاونه، حيت باغفوا كنسمعوا شي فيديوهات ديال شي ناس اللي كيقولوا مازال ما وصلهم كلشي، الوغ كو بعض الدواوير كيقول لك بلي وصلتهم المؤونه اللي تعيشهم 10 سنين لقدام. تنقولوا واحد المثل المغربي، اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطع. الصراحه وهذا كيبقى رايي شخصي، ضيوغ بزاف اللي بداو كيفكروا في هذه الفتره في حالي، تيقول لك الحمد لله مشى ما فيه الكفايه ديال المؤونه الغذائيه، الا كان بنادم غادي يعاون ويصيفط شي حاجه اخرى اللي تقدر تعاون باغ اكزومبل الفراش ولا الخيام ولا شي حاجه اخرى ماشي مشكل، ولكن المؤونه الا كان كلشي غادي يصيفطها اليوم وغدا ما يصيفطها حد فغير وقفوا المساعدات حتى يعاود يجي النداء. رجعوا معايا لهادي الحليب الزيت الماء
وغيرها. بون هادشي باش قدر المواطن المغربي ولد الشعب يعاون خوه. دابا البرجواز ديال اللي في المغرب اللي خاص تسخى وتبين لينا. حتى الساعه انا شفت غير عائله الطهائس، اما ابو زعيتر فراه دار خدمه نقيه. السلام عليكم. هادو هما الخيام اللي دابا وجدناهم الناس اللي في القرى اللي تصابوا بالزلزال وفقدوا الديور ديالهم. كما كيف كتشوفوا كتقدر الكواليتي مزيان، كيحمي من الشتاء ومن البرد. هادو كتشوفوا عندهم التضويه ديالهم، يقدروا يساعدوا تقريبا 50 60 واحد هنايا ديكو الناس، وكنقدروا نديروا لهم انستالاسيون ديال الضو. وها علاش بغينا البرجوازيين يديروا يديهم؟ حنا راه عارفين راه ما كيحسب المسكين غير المسكين، ولكن هذا راه كيبقى واجب وطني. ودايوغ جلاله الملك نصره الله راه حل حساب خاص للتبرعات من المغرب ومن خارج المغرب، يعني دوك صحاب جمع التبرعات الماليه بلا ما تدخلوا نفسي نجيم. دابا راه كاين حساب رسمي اللي داروا جلاله الملك، اللي بغى يتبرع بشي حاجه ماليه حساب راه كاين. اما الطبقه البرجوازيه فراه هذا هو الدور ديالهم، يعمروا لنا الصندوق ماشي يصيفطوا الحليب، ساموا باش مسخيتو باش مسخكم الله. الحمد لله راه شفنا شركات اللي دارت يديها وصفطات كاميونات سلع، ولكن انا اللي بانوا لي شركات ديال المواد الغذائيه، ما كرهناش حتى الشركات ديال الفراش حتى هما يساهموا. وراه ما كاينش غير الماكله والفراش عاود، دوك الكاميونات اللي كيديبلاصاو بالمساعده راه ما كيمشيوش بالريح. ما كرهناش شركات الوقود وعلى راسها افريقيا، باعتبار هاد اخنوش دير شي حركه. طرق السيار حبه دلو يلغيو البيمو قدام الكاميون اللي جايب المساعدات ولا شاد الطريق نحو دوك الناس، ولا باغ اكزومبل قدام كارت ديال شي جمعيه. الابناك ديجا راه التجاري دارت فيغمون فابور. العمالات البلديات والجماعات في كاع المدن ضروري ما كتلقى عندهم قياطن، حبه لو يساهم كل واحد فيهم قيطون قيطون لواحد، اولا غير يسلفوهم غير تتفوت الفجيعه ويرجعوهم. الاسواق الكبرى ومع هاد التكافل دابا اللي كاين والكرم ديال المغاربه راكم شفتوا كيفاش دايرين، فيما مشيتي في كل مدينه تتلقاهم عامرين. المبيعات ديالهم ضعفوا والارباح ديالهم دونك غادي تكون ضعفات، حبه لو حتى هما يديروا شي حركة. وضيوغ راه بزاف اللي طلبوا هاد المطالب السطوريات، والحمد لله لحد الان واحد من هاد الاسواق راه استجب وقال بلي الارباح كامله ديال جميع المنتوجات اللي مشات في التعاون غادي يعاود يفرسيها في صندوق التعاون. راه هادشي اللي خاص يكون، راه خصنا نتكافلوا ونكملوا داكشي اللي بداه ولاد الشعب بما فيهم داك المواطن البسيط، الجمعيات للتراس، وتحيه ليهم حتى هما على هاد التعاون ديالهم. الحمد لله دابا كلشي كينوه بتضامن وتكافل الشعب المغربي. الشكر ما كافيش هنا، ولكن الجزاء عند الله عظيم، الله يقبل. نتمنى تكون البرجوازيه اذن صاغيه للمواطن واللي محتاج المساعده ديالها. ديجا راه كلشي كيحط سطوريات وكيطالب بعض الشركات دير اليد ديالها. نتمنى حتى انا شي برجوازي يكون تيتفرج في هذا الفيديو ويساهم معنا حتى هو، ونكونوا سبب ولو بانقاذ انسان واحد، والله يقبل العمل. الدراري ولاد الشعب اللي مازال غيعاونوا ان شاء الله، ما تنساوش لامبيرميابل، البوطات دابا مع داك الغيص الا طاحت شي شتر راكم عارفين الحاله كي غتولي. وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كتبرع بالحوايج، ما تنساوش ان ديك المنطقات ما العيالات ما كيلبسوش العصري، حبه دلو اي حاجه صيفطناها نعرفوها انها غادي تخدم وتكون افيكاس، يعني ما نطيحوش في الضايع. كانت معكم فاميليا، والسلام عليكم.